برحب بيكم، وهنتكلم النهاردة في الدرس التاني لمنهج الكمبيوتر لتالتة إعدادي في الترم التاني لمدارس اللغات، واللي بيتكلم عن المتغيرات أو variables. طبعا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الثوابت وإعلان عنها. النهاردة هنتكلم عن المتغيرات، وسواء الثوابت constant او المتغيرات variables، فاحنا بنتكلم عن سبيس محجوزة في الذاكرة. بالنسبة للكونستانت قيمتها ثابتة ما بتتغيرش، وبالنسبة للفاريبل قيمتها دايما بتتغير اثناء تشغيل البرنامج. نيجي للفاريبلز، بيتكلم عنها بيقول ان هي تعريفها عبارة عن reserved places in computer memory declared and determined by its name and type، اللي هو داتا تايب. لما باجي اعلن عنها مثلا امر الاعلان عندنا بيستخدم امر dim، اقول له dim x as integer، ممكن اقول له بيساوي ممكن لا، يبقى احجز مكان في الذاكرة وسميه x، وهنحفظ فيه بيانات نوعها ايه، انتجر او بيانات عددية صحيحة. هيحجز لي مكان في الذاكرة ويسميه ايه، انتجر، يسميه اكس، ويخزن هنا ارقام صحيحة. لو انا قلت له بيساوي مثلا، بيساوي 7 مثلا، فهيخزن هنا 7 كقيمة ابتدائية، لكن المتغيرات usually changes during the running of the program، دايما اثناء تشغيل البرنامج قيمتها دايما تتغير. دي الصيغة العامة dim، وبعدين اسم المتغير، وبعدين as، وبختار النوع data type integer او غيره. ولو انا قلت يساوي، طبعا يساوي دي ايه، optional، ممكن اكتبها وممكن لا. ولو انا حتى قلت له equals كذا، فدي بتبقى قيمة initial value، مجرد قيمة ابتدائية. امثلة dim f name as string، فهنا بعلن عن متغير اسمه f name ونوعه string، يبقى انا بقول له ببساطة احجز لي مساحة في الذاكرة اسمها f name underscore، طبعا f underscore name، وهنا هنخزن بيانات حرفية من نوع string. مثال تاني dim total price as single، طبعا single ده ايه، non integer numeric variable او data، هنخزن فيها قيم رقمية غير صحيحة او بيها كسور. dim today as date، ماشي، يبقى انا بعلن عن متغير اسمه today ونوعه date، ماشي، بيساوي، انا قلت طبعا اي قيمة ديت لازم احطها between two hashes. طيب كده ده الامر الاعلان عن المتغيرات وتعريفها، ماشي، دي امثلة لي. هناخد بعد كده الassignment statement، هشرح لكم ببساطة كده. لو انا اعلنت عن متغير اسمه a as single، ماشي، يبقى اعلنت عن متغير اسمه a ونوعه single. بعد كده في البرنامج اقول له a بيساوي 70.3. انا لما اعلنت عمل ايه، حجز مكان في الذاكرة وسماه A، وهو عارف انه هيخزن هنا بيانات من النوع single non integer numeric data. انا قلت له بعد كده A بيساوي 70.3، معنى كده انه هيخزن هنا 70.3، ماشي. يبقى انا كده بقول له خصص للمتغير ده القيمة دي. لما اقول له A بتساوي 3/2، يبقى القيمة دي
هتتخزن هنا، هيمسح القيمة القديمة ويخزن قيمة جديدة. يبقى أنا بخصص للمتغير ده قيمة جديدة، وده أمر التخصيص assignment operator. يبقى اللي يساوي ده في الفيجوال بيزك عبارة عن assignment operator، والجملة دي كلها ال A بتساوي كذا أو ال B بتساوي 50 مثلا، اسمها assignment statement. ايه مفهومها في الفيجوال بيزك؟ هي مش معادلة بالمعنى المفهوم، هنقراها كده. بيقول ايه؟ It's assigning a value to a constant or variable. It's a statement that has two sides. لما اقول له a بيساوي 5 في 17، يبقى انا بقول له ده variable ودي value، خصص الفاليو دي للفاريابل ده، وده امر التخصيص بتاعنا، ماشي. لكن مش معنى كده ان انا دي معادله رياضيه بقول له ان الطرف ده بيساوي الطرف ده، لا، في الفيجوال بيزك مش معناها كده، مش معناها رياضي. It takes the value on the right side of the assignment operator and stores it in the variable or constant on the left as in the following example. هشوف المثال بيقول ايه بقى. اي مثال؟ مثلا هقول له، طب لو انا قلت له مثلا في متغير اسمه A، قلت له A ده بيساوي 5 في 13، وبعدين قلت له B بيساوي A minus 5. انا عندي متغير اسمه A صح، وفاريابل تاني اسمه B. طيب ال A بتساوي بقى 5 في 13، ادي 50 و15، يبقى هنا ايه؟ 65. يبقى الـ variable A خصصت له قيمة 65. طب الـ B بتساوي A ناقص minus 5، معنى كده هيروح يجيب قيمة الـ A اللي هي كام؟ 65، وينقص منها 5 يفضل لي كام؟ 60. يبقى الـ B بتساوي كام؟ 60. ماشي. يبقى ده ايه؟ جملة الـ assignment كلها statement، وده الـ assignment operator، وده right hand side وده left hand side، بيخصص القيمة اللي على اليمين للمتغير اللي موجود على الشمال. طيب القيمة طبعا اللي بخصصها في امر التخصيص ممكن يكون لها كذا صورة، ممكن تكون abstract value قيمة مطلقة، او value من variable، يعني مقول له a بتساوي 5 و b بتساوي a، معنى كده ان برضو b بتساوي كام؟ 5، فبجيب قيمة المتغير ده بخصص له قيمة موجودة في متغير تاني. اوكي، ممكن اقول له A بتساوي 5 و B بتساوي A زائد 3 في 2، يبقى ده ايه؟ expression، mathematical expression. value rely on the property. ماشي، يعني معنى كده مثلا ان انت بتدخل نصف القطر. انا اعلنت عن في برنامج مثلا بنحسب مساحة الدايرة، ففي متغير اسمه R اللي بيعبر عن ايه؟ radius. فبقول له انا عايز اجيب R منين؟ المستخدم هيدخلها في text box، هقول له R بتساوي text box 1.text. فالمتغير اثناء تشغيل البرنامج دخل لي هنا 11، فبجيب قيمة ال R منين؟ من الخاصية التكست اللي موجودة في الاداة دي، text box. مش ممكن اقول له بتساوي label 1.text. اوكي، يبقى انا جبت قيمة المتغير ده من خاصية اداة، خاصية تكست غالبا يعني. يبقى عندي القيمة لما اقول له b بتساوي، ده امر تخصيص، الفاليو اللي هنا، القيمة اللي هنا على اليمين ممكن تبقى ايه؟ قيمة مطلقة abstract value، ممكن تكون value from a variable، ممكن تكون mathematical expression، ممكن تكون property from an control a control unit. priority of arithmetic operators او operations. طبعا انا لما بقول له ان المتغير مثلا b بيساوي a ناقص 3 في 5 زائد 20
ماينس كل دي ايه ماتيماتيكال اوبريشنز. طيب هو هينفذها ازاي؟ طبقا لاولويه معينه بريوريتي محدده في الفيجوال بيزك لازم ابقى عارفها ومدركها علشان اعرف اكتب القيمه الصحيحه. يعني مثلا لما اقول له a بتساوي 2 بلس 3 ملتبلاي 4 ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيجمع الاثنين على الثلاثه وبعدين يضربهم في الاربعه؟ لا، اولويات في العمليات الحسابيه هنا بتقول له ان هو هيضرب الاول وبعدين يجمع. 3 في 4 ب 12 زائد 2 يدينا كام؟ 14. معنى كده ان ايه قيمتها كام؟ 14. فلازم ابقى فاهم العمليات دي بتمشي ازاي وايه اولوياتها علشان اكتب الجمله الحسابيه بتاعتي بطريقه صحيحه. البريوريتي هنا بتقول نمره 1 applying the processes inside the brackets. اول حاجه الاقواس، بعمل العمليات داخل الايه؟ الاقواس. بعد كده نروح للعمليات اللي خارج القوس. applying the exponent، اي اكسبوننت وعلامه الاكسبوننت او الاسس في فيجوال بيزك هي العلامه دي، ماشي. applying multiplication and division processes، بعد كده القسمة والايه والضرب. finally application of addition and subtraction processes from left to right، طبعا الترتيب from left to right. هنيجي للمثال ده، مثلا y equals 12 minus 2 plus 4 in brackets over 2. المثال ده نحسب قيمته ازاي؟ طبعا قالك نمرة 1 البراكتس، يبقى 2 زائد 4 يدينا كام؟ 6. يبقى y، وتحسبها خطوة بخطوة عشان ما تغلطش، y بتساوي 12 ناقص 6 على 2، تمام. بعد كده الأولوية عندنا عملية طرح وعملية ايه؟ اسم. تمشي الاسم الأول، يبقى y equals 12 minus 3 دي نتيجه كام؟ 3. بس فضل كده 12 ناقص 3 هيدينا مثلا 8، مظبوط كده؟ 9. 9 يبقى واي بكام؟ ب 9. احسبها خطوه خطوه عشان ما تغلطش، دي مساله سهله في الامتحان، مش مستاهل انك تضيع فيها درجه. يعني مثال زي ده مثلا، هو هنا طبعا ما فيش براكتس، يبقى هنا هيقسم الاول 4 على 2 ب 2، يبقى 12 ناقص 2 زائد 2. سهلة، الطرح والجمع لهم نفس الأولوية، بس هنطفش طبعا من ايه؟ left للرايت. يبقى 12 ناقص 2 10 زائد 2 يدينا كام؟ 12. يبقى هنا لما شلنا البراكتس فرقت من 9 لكام؟ ل 12. عرفنا نحسبها ازاي؟ طبعا بعد البراكتس في الايه؟ الاكسبوننت او الاسس. هنكتفي النهارده بالقدر ده. تقدروا تتابعونا على ايزي اكاديمي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، والرقم ده للتواصل عبر الواتس. ارجو تكونوا استفدتوا من الفيديو ده النهارده، ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم. كان معكم باسم، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.